مرحبا بكم في قناتنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في قناتنا ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم متابعي قناة كلشي 24. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته روسيا في الحرب ضد أوكرانيا لسنة 2022، أي الحرب الجارية، لعلها واحدة من المرات القليلة في تاريخ روسيا. خلال 1000 عام تدخل حربا واسعة دون حلفاء. كل تاريخ روسيا ونجاحها العسكري في أوروبا كان يقوم على تحالفها مع هذه الدولة الأوروبية أو تلك على حساب بقية الدول. صحيح أن روسيا كانت تبدل الصديق فتجعله عدوا، وتقرب العدو فتجعله صديقا، إلا أنه كان هناك دوما لعبة تقسيم الخصوم الأوروبيين إلى معسكرين، مع روسيا وضد روسيا طبعا. حرب سنة 2022 هي حالة بائسة للغاية لشن حرب من دون حلفاء، ولا يمكن تصديق ما يقوله البعض من أن الصين ستكون حليفا لروسيا. وقت الشدة، العارفون بتاريخ العلاقات بين الطرفين يدركون أنه لا توجد ثقة كبيرة أو جسور متينة بين الطرفين. صحيح أن قوة روسيا مفيدة للصين أمام الغرب، لكن روسيا القوية أكثر من اللازم تضر بالصين في آسيا. روسيا متوسطة القوى أفضل بكثير للصين من روسيا العظمى، كما أنه بديهي أن روسيا الضعيفة المنهكة من الغرب ضرر بالغ على الصين من ناحية أخرى. ولعل هذا ما يجعل طبيعة العلاقة بين بكين وموسكو حذرة ومترقبة وليس على خط مستقيم، ولا يمكن توقع أن يصبح حليفين على مستوى العقيدة السياسية والمصالح الدائمة. دع عنك ما يتوقعه البعض من أن هناك حلفاء لروسيا مثل إيران، فهذا أيضا مبالغ فيه للغاية. إيران في موقف دفاعي أكثر منه في موقف هجومي. هذه اللعبة الشاملة أكبر من إيران. ومن المفارقة العجيبة أن الحليف الوحيد الذي كان يمكنه أن ينقذ روسيا من ورطتها هو تركيا، لكن تاريخ البلدين هو تاريخ عداء أكثر منه تاريخ صداقة. هنا عداء عقائدي إيديولوجي روط أرضه الدماء والحرب والحرق والانكسار والنصر، وتم ذلك لا بطريقة أوروبية براغماتية يمكنها نسيان الماضي وتجاوزه، بل بطريقة شرقية ذات ذاكرة لا تنسى ولا تغفر. دخلت روسيا حرب 2022 وهي خاسرة لموقف عالمي على المستوى الشعبي. كل التقارير الإعلامية غير الروسية نجحت في وضع روسيا في موقف المعتدى أو المعتدي الغاشم، مقارنة بخروج الإعلام الروسي تقريبا من التأثير على الرأي العام. يعود السبب في الخطأ الذي لا يغتفر لروسيا في سنة 2022 إلى إساءة التقرير وإلى نهج اتخاذ القرار بشكل فردي في شن الحرب. وقد شاهد ملايين البشر حول العالم كيف أن رئيس جهاز الاستخبارات الروسي قال لبوتين إنه يفضل إعطاء فرصة للحوار مع الغرب، لكن بوتين قاطعه واستنطقه بتأييد الاعتراف بالأقاليم الانفصالية في أوكرانيا تمهيدا للحرب، بل وجعله يردد خلفه ما يريده بوتين بطريقة مؤسفة لا تليق بمكانة الرجل الكبير في اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبل روسيا. من وجهة نظرنا الشخصية، لقد وصل نجم بوتين إلى أعلى منزلة له في قيادة روسيا حتى 10 سنوات. ومن وجهة نظرنا أيضا أن سنوات مجده هي ما بين عامي 2000 و2010. ولو كان خارج أو كان خرج من السياسة عند ذلك التاريخ أو بعده ببضع سنوات لكان أمره مختلفا تماما.
منذ أن أخذ بوتين منهج تعديل الدستور ليبقى رئيسا والكل من حوله يوافقون على ما يفكر فيه، بدأت روسيا مسلسل من الخطوات التي تنزل به حتى الجهة الأخرى من منح الصعود، حتى ارتكبت روسيا الخطأ الذي لا مفر منه بحرب عام 2014 بغزو القرم. فهل تخلص الشعب الأوكراني من الرئيس الموالي والتهديد باختراق ناتو؟ التحليل الجيوسياسي لا يمكنه لوم روسيا على الحضور في أوكرانيا لحماية نفسها في القرم من الناتو، لكن الجرم والخطأ يكمن في أن القرميين اتبع سياسة مختلفة زمنيا وفنيا وتكنولوجيا. لقد نجح الغرب في اختراق المجتمع الأوكراني، بينما ظل الكرملين على منهجه القديم بمناصرة فرد أو جماعة موالية في رأس السلطة تحقق له الأهداف بالريموت كونترول. قبل أكثر من قرن مضى، وحين تعرضت روسيا لخيانة بعض الحلفاء، صك أحد القياصرة تعبيرا شهيرا قال فيه: ليس لروسيا من حليف سوى جيشها وأسطولها. لكن هذه المقولة جاءت بعد خيانة الحلفاء الأوروبيين، واتخذت روسيا منها قوة دفع من حيث المبدأ لأنه غدر بها وغرر بها. لكن في تجربة 2022 ذهب بوتين بنفسه إلى مواجهة العالم دون حساب العواقب، ذهب وهو يعلم أن الكل ضده ولا أحد معه. ولعل أحد الأشكال أو لعل أحد إشكال سوء الحسابات عند روسيا الطريقة التي قابل بها بوتين الرئيس الفرنسي قبل الحرب في موسكو، وإساءة الترحيب به وإساءة إنزاله مكانته كرئيس لدولة كبرى مثل فرنسا. ولعل ذلك يفسر الموقف المتصلب لفرنسا حاليا ولرئيسها تجاه بوتين وروسيا. روسيا اليوم تحارب وحدها بلا حلفاء، لم يخنها أحد، هي اختارت ذلك. وأسوأ من هذا الاختيار أنها أساءت تقدير التكتيكات الأوروبية الماكرة الداهية الغادرة، واغتر بوتين بالأسلحة الفاتكة التي صنعت حديثا في روسيا، والتي قال عنها في تصريح قبل يومين من الحرب: لدينا أسلحة لا يوجد لها نظير في العالم. كل ساعة تمر تخسر فيها روسيا المزيد، وقد قلت وقد قلنا قبل 5 أيام في لقاء أنه استدرج بوتين لاستنزافه التغريدات بأوكرانيا والتخلي أو التغرير عفوا بأوكرانيا والتخلي عنها. لقد أظهر الغرب في أول يومين أنه يغرر بأوكرانيا، ثم فجأة أظهر الخطة التي كانت مخبأة سرا لمواجهة روسيا. نحن شهود عيان على خطة جديدة تلعب بهذا ومكر شديدين.